سيدنا تستعد أستراليا للاحتفال بالعام الجديد بدون قيود لأول مرة منذ عامين بعد الاضطرابات التي أحدثها كوفيد. وسيدني هي واحدة من أولى المدن الكبرى في العالم التي ترحب بالعام الجديد وتستقطب مشاهدين بأعداد ضخمة من كل أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتدفق أكثر من مليون محتفل إلى ميناء سيدني لمشاهدة عرض الألعاب النارية. وسيضيء قوسا من الألوان ميناء سيدني مع إطلاق 2000 من الألعاب النارية من الأشرعة الأربعة لدار أوبرا سيدني و7000 من مواقع أخرى على جسر الميناء في أكبر احتفالات تشهدها المدينة. العاصمة الفرنسية باريس تنظم بدورها أول عرض للألعاب النارية احتفالا بالسنة الجديدة بعد أن ألغت العروض خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كوفيد. وعلى العكس أعرب كثيرون في الصين عن خيبة أملهم بعد أن تسببت موجة من الإصابات بكوفيد في تعكير الأجواء الاحتفالية، وذلك مع تحول البلاد للتعايش مع الفيروس بعد أن كانت تفرض سياسة صفر كوفيد الصارمة، إضافة إلى إلغاء بكين قيودا على السفر إلى الخارج، وذلك بعد 3 سنوات من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان وسط البلاد. موجة الإصابات بفيروس كورونا في الصين دفعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا إلى إعلان فرض اختبارات كوفيد على جميع الوافدين من الصين، في حين طالبت ألمانيا بمراقبة انتشار متحورات كوفيد في المطارات الأوروبية.